إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أعتقد أن النية مفهوم واسع جدا وغير مقتصر على شيء بعينه. النية قبل كل شيء هي عبادة، هي الشيء بينك وبين ربك. بس الواحد فينا ينوي ينور قلبه على طول. النية نور. وإنما على نياتكم ترزقون. النية أهم شيء في العمل. حتى لو ما سوى ربنا يأجر عليه. أجدد نيتي تقريبا كل صباح وفي اليوم أكثر من مرة. The idea of having a black backdrop with light bulbs to illuminate people's ideas and wishes and wills, I think, is a fantastic idea. كتبت كنية إنه أنا أبتسم أكثر فأكثر. دائما وأبدا نيتي إنه أشوف كل اللي حولي سعيدين. نحيي الطفل اللي كان بداخلنا. Stay hopeful. ما يكون في عندي أي limits. أربي بناتي الثلاثة ليصبحوا قائدات في العالم. أعبد ربنا أكثر، أتقرب له أكثر بقلبي وبعقلي. نويت اليوم أن يكون اليوم أفضل من أمس. ونيتي أني أساعد الناس مختلف جنسياتهم. It's not about religion, but it's about values of life and respecting people. بدون التفريق بين أديانهم أو مذاهبهم أو أي حاجة. And I hope that this light bulb stays on for a very long time.